بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر شيئا مما قاله سفيان رحمه الله تعالى. كان سفيان رحمه الله تعالى يقول: احذر سخط الله في ثلاث، احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، أن تسخط على ربك. هذه المواطن الثلاثة يحذرنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أن نكون من أهلها، أي من أهل هذه الأحوال الثلاثة، لأن هذه الأحوال الثلاثة تستجلب سخط الله سبحانه وتعالى. ما هذه الأمور الثلاثة التي يحذرنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى من الوقوع فيها؟ قال: احذر أن تقصر فيما أمرك، احذر أن تقصر فيما أمرك. التقصير في حق الله سبحانه وتعالى هو تجرؤ من العبد على ربه جل وعلا، إلا إن قصر العبد لعذر، إلا إن قصر العبد لعذر. أما العبد الذي لا عذر له فإن قصر في أمر الله سبحانه وتعالى فهذا في الأصل يستوجب عقاب الله عز وجل. وسبحان الله، من الأمثلة الواضحة جدا على هذا الأمر، تخيل كده، أنت لو عندك ابن من أبنائك وقلت له: يا فلان روح هات لي كذا، وبعدين ما راحش، فسألته: أنت يا فلان أنت ليه ما روحتش؟ فقال لك: والله مش رايح. طب أنت تعبان؟ لا مش تعبان. طيب عندك مشكلة في المشوار ده؟ لا والله ما عنديش مشاكل. طب ليه مش رايح؟ مش رايح وخلاص. هيكون ايه رد فعلك انت كوالد كولي امر؟ هتزعل طبعا، مش هتزعل بس، انت غالبا هتضربه. يعني ليه؟ لان انت كده هو خالف الامر بتاعك. فتخيل ولله المثل الاعلى كمية المخالفات اللي ممكن الواحد يستجلب بها غضب الله سبحانه وتعالى كلما خالف امر ربنا سبحانه وتعالى. يأمرك بامر فلا تمتثل، يأمرك بامر اخر فلا تمتثل. اتظن ان هذا لا يغضب الله عز وجل؟ والله هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما يغضبنا نحن البشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. يعني هذه الحال أنت لا ترضاها لنفسك، أنت لا ترضى إن أمرت ولدك بأمر أن يخالفك فيما أمرته، لا ترضى إن أمرت من أنت مسؤول عنه في العمل أن يخالفك فيما أمرته، فكيف ترضى لنفسك أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأنت غير معذور، ثم بعد ذلك لا يستجلب لك هذا سخط الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور التي ينبهنا عليها الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يقول: احذر أن تقصر فيما أمرك، لأن التقصير في أمر الله سبحانه وتعالى يستجلب غضب الله عز وجل. واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، أن تسخط على ربك. أي واحذر أن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، أن تسخط على ربك. واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك. الرضا ده عمل قلبي، الرضا ده عمل إيه؟ قلبي. يعني الرضا ده بيكون في القلب ويصدقه العمل، يصدقه القول ويصدقه الفعل. فالرضا ده ان انت تكون راضي بقضاء الله عز وجل. يعني ايه راضي؟ يعني انت فعلا مقتنع تمام الاقتناع ان ما قدره الله عز وجل لك هو الخير، وتعلم تمام العلم ان هذا من تمام رحمة الله عز وجل بك. اذكر لك مثال برضو من نفس ايه؟ نفس جنس المثال الذي ذكرناه قبل قليل. انت لو عندك ولد من اولادك، ابنك ده مريض بمرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العافية في الدين والأهل والمال والولد. ابنك ده مرض بمرض من الأمراض، الدكتور المختص بعلاج هذا الولد قال لك يا فلان ابنك ده ما يأكلش النوع الفلاني من الأكل. خلاص الدكتور قال لك لو أكل هذا النوع هيتعب وربما مات. أنت بالنسبة لك كوالد أو كولي أمر مستحيل تلقي بولدك إلى التهلكة، فهتعمل إيه؟ هتمنع عنه هذا الايه؟ هتمنع عنه هذا الطعام. ليه هتمنع عنه هذا الطعام؟ هل هذا قسوة عليه؟ هل هذا بخلا عليه؟ هل هذا إهمالا له؟ أبدا، ده من تمام الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبك،
أن ترحم ولدك بمنع ما يحب هو عنه. ليه؟ حتى لا يتضرر. وانت هنا في هذا المثال مستحيل تعاتب نفسك، مستحيل تقول أنا مقصر في حق الولد، مستحيل تقول أنا مفرط في حق الولد. ليه؟ لأنك تعلم تمام العلم أن هذا هو الخير لولدك. مش كلنا متفقين على القاعدة دي؟ طيب ابنك هيكون بيبصلك إزاي؟ ابنك هيكون بيبصلك على حسب الفئة العمرية بتاعته. لو ابنك لسه طفل صغير مش هيستوعب أن أنت منعته رحمة به، غالبا هيكون فاكر أن أنت منعته غلاسة أو حرمان أو أي شيء، على الرغم أن أنت ما منعته إلا رحمة به، إلا وحرصا على مصلحته. وسبحان الله، يعني إحنا فيما بيننا نرضى بهذه الحال من أنفسنا إذا كانت بيننا وبين أولادنا. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى أرحم بالولد من إيه؟ من والده، أرحم به من أبيه وأمه. فعلى ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك شيء معين، اسأل نفسك سؤال، هو الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره علي ده قدره بعلم ولا بغير علم؟ قدره بعلم سبحانه وتعالى، هو العليم سبحانه وتعالى. طيب قدره بحكمة ولا بغير حكمة؟ قدره بحكمة. طيب قدره برحمة ولا بغير رحمة؟ قدره برحمة. قدره سبحانه وتعالى مع القدرة ولا قدره مع العجز؟ قدره مع القدرة. يعني قدره مع القدرة، يعني قدره وهو قادر على أن يبلغك ما تريد، هو قادر سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر علي هذا الأمر؟ ليه ربنا قسم لي هذه الصورة من المعيشة؟ أنت إنسان، ربنا قدر عليك يعني صورة معينة من أنواع العيش. ممكن واحد ربنا يقدر عليه، والله العظيم إحنا أمورنا عجيبة، والله لو تتأمل في أحوال الناس والله لرأيت العجب. ولكن المشكلة فين؟ المشكلة إن كل واحد مننا بينظر إلى مشكلاته وإلى همومه كأنه مبتلي بها غيره، وكأنه مبتلي أحد من الخلق سواه. والله لو نظرت في كل بيت من أبيات الناس مسلمهم وكافرهم لوجدت فيه نوع ابتلاء. لابد، هذه الدنيا لا تخلو من ابتلاء. بس الفكرة بحالها فين؟ الفكرة بحالها إن احنا لا نرى هذه الأنواع من الابتلاءات، وربما نرضى فيما يبدو لنا بابتلاء الآخرين ولا نرضى بالابتلاء الذي قدره الله عز وجل علينا. يعني ممكن لما تقول لواحد ده فلان ده مبتلى بالغنى، يقول لك يا أخي ده نعمة الابتلاء، اديني أنا الابتلاء ده بس. والله أقسم بالله وأنا في بيت الله أنا أعرف أناسا أثرياء، أقسم بالله يعيشون عيش الفقراء، أقسم بالله يعيشون عيش المحرومين، أقسم بالله يعيشون معيشة لو اطلعت على تفاصيلها والله ما رضيت بحالهم، أقسم بالله. وهم في الظاهر عندهم من الأموال ما يكفي للإنفاق عليهم وعلى أولادهم وعلى أولاد أولادهم وأجيال من بعد ذلك، والله لا ترضى بعيشهم. إزاي الكلام ده؟ ما أنت ما تعرفش، أنت ما تعرفش تفاصيل بيوتهم عاملة إزاي، ما تعرفش طبيعة الابتلاءات اللي في حياتهم عاملة إزاي. أنت شايف نفسك أن أنت فقير فأنت كده ظروفك صعبة، يا شيخ ده أنا مش عارف نوكل عيالي. هو معاه فلوس يوكل عياله؟ معاه فلوس يوكل عياله أحلى أكل، بس والله عنده أنواع من الابتلاءات أنت لو اتعرضت عليك هتقول لا، عيالي يناموا من غير أكل ولا أكون في حاله، ولا أكون في حاله. أنت ممكن تكون إنسان مش ميسور الحال بس معافى في بدنك، وممكن يكون إنسان ثري ومبتلى بمرض، ومبتلى بمرض من الأمراض لا يجد له علاجا، مبتلى بمرض من الأمراض يعجزه على أن يدخل الحمام بنفسه. ابن من أبنائه مبتلى بمرض عجز الطب عن علاجه. أي حياة هذه؟ مشكلة. بتشوف ابنك بيتألم أمام عينك وانت معك فلوس يعني ممكن يعني تسد بها أفق الشمس، ومع ذلك انت مش عارف تعمل له أي شيء. أقسم بالله ده ألم، نسأل الله العافية منه، ده ألم لا تقوم له الدنيا. ان انت لما تشوف ابنك عمال يتلوى من الألم وانت معك فلوس، وذلك الأطباء يقول لك والله ما عندناش أي شيء نقدمه لابنك،
طب هيفضل امتى كده؟ الله اعلم، سنة اتنين تلاتة، انت ونصيبك. طب انت اللي حاليا بتعاني من بعض الامور الشديدة في العيش، بس ربنا معافيك في بدنك، اترضى ان يكون هذه حالك؟ والله ما ترضى. فلما الانسان يتأمل فيما قدره الله عز وجل عليه، لابد ان يستحضر ان الله عز وجل ما قدر هذا عليه الا بحكمة وعلم ورحمة وقدرة منه سبحانه وتعالى. فهو قدر لك الشيء اللي انت ينفع تصبر عليه، قدر لك الشيء اللي ينفع معاك، وخد بالك لابد ان هو يبتلي غيرك. في انواع كثيرة من الابتلاءات، هو ليه ادالك النوع ده من الابتلاء؟ لان هذا النوع هو الذي يصلح معك، ده النوع اللي ينفع معاك، ما ينفعش معاك غيره، ويبتلي غيرك بنوع اخر لان هو ده النوع اللي ينفع معاه. والله العظيم نسأل الله العافية. الواحد احيانا بيشوف بعض الناس في انواع معينة من الابتلاءات، والله اقسم بالله اتكلم عن نفسي، اقول والله لو كنت في مكانه اظن اني ما رضيت من شدة الايه؟ من شدة الابتلاء. اذكر لك مثال من الامثلة. مرة ركب في مواصلة من المواصلات، سائق بيستفتيني في ايه؟ بيستفتيني في ان هو يريد ان يدعو على اولاده، عنده عيلين محيرينه، عاوز يدعو عليهم. بس عايز يدعو عليهم ليه؟ ليه محيرينه؟ لان الاثنين عندهم كانسر، الاثنين عندهم سرطان، وبيحتاجوا الى نفقة عالية جدا من للادوية يوميا، ومن كتر ما استلف، نسأل الله المعافاة، ما عادش عارف استلف من مين. فبيسألني هل يجوز ان انا ادعو الله عز وجل يا رب خد اولادي؟ انت عارف الاب لما يصل لهذه الحال، يعني ده انسان مطحون، لما الاب يصل الى هذه الحال اعلم انه بلغ ذروة الابتلاء. تعرف يعني يدعو؟ يعني يريد ان يدعو الله عز وجل ان يقبض اولاده. فلما سألني والله انا اتصدمت، فقلت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالواحد ساعات بيشوف ناس في أنواع من الابتلاءات، فعلا ساعات أقول لنفسي والله لو كنت مكانه كنت سأفشل في هذا الايه؟ في هذا الاختبار. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنني ضعيف، ونسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الذي تقدر على الصبر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعطي إنسان آخر ابتلاء تنوء به الجبال. ليه؟ لأنه يقدر على الصبر عليه. ولازم تعرف إن الابتلاءات أنواعها مختلفة. هو ربنا يقسم سبحانه وتعالى الأمور في هذه الحياة الدنيا بحكمة وعلم. أتحسن الظن في نفسك وتسيء الظن في الله سبحانه وتعالى؟ هذا يعني لا ينبغي أن يكون حال أي واحد مننا. فأنت ربنا سبحانه وتعالى لما يقدر عليك شيء، يعلم أنه قدره بعلم وحكمة ورحمة وقدرة، فترضى بما قسم الله عز وجل لك. الثالثة قال فيها إيه سفيان الثوري؟ قال: وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده. التقدير إيه؟ واحذر أن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، أن تسخط على ربك. يعني احنا عندنا هنا حالين، حال انت عايشه حاليا وحال انت بتطلبه. فالحال اللي انت عايش فيه حاليا ده اللي هو المسألة رقم اتنين، ان انت ترضى بالحال اللي انت عايش عليها حاليا، ترضى بتقدير الله حاليا. طيب خلاص انا عاوز اريد ان اغير من حالي، ممتاز، وانت مطالب بهذا. انت لو فقير مطالب ان انت تسعى لطلب الرزق الحلال، انت لو مريض مطالب ان انت تسعى لطلب الدواء، انت لو في اي كربة او كده مطالب ان انت تسعى لتفريج الكربة التي عندك، مطالب بذلك. فسعيت وأخذت بالأسباب، ولكن سبحان الله لم يقدر لي أي شيء، لم أصل إلى شيء. رايح تشتغل شغلانة جديدة مثلا، وبعدين تروح وتعمل مقابلة مع صاحب الشغل، وبعد كده صاحب الشغل يقول لك والله يا فلان احنا مش هينفع تشتغل معنا. طيب خلاص تسيبه وتطلع لواحد تاني، أنا عاوز أشتغل عندكم. طب أنت مؤهلاتك إيه؟ واحد اتنين تلاتة. لا والله مش هتنفع معانا. فتبدأ تكلم نفسك: وأنا كل ما أروح لباب أجده مسدودا أمامي؟ طب ما أنا عمال أطرق في الأبواب والأبواب كلها مسدودة. فأنت هنا بتطلب شيء من الدنيا ثم لا تجده، فيقول هي متسددة ليه كده، ويبدأ يتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. هو ده الإمام سفيان الثوري يحذرنا من الوقوع فيه. يقول: واحذر
أن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده أن تسخط على ربك. شوف أول ما تجد شيء في الأقدار لا يعجبك دايما فكر نفسك، الله عز وجل العليم، الله عز وجل الحكيم، الله عز وجل الرحيم، الله عز وجل الكريم، الله عز وجل القوي القدير، فهو مش هيمنع عني هذا الشيء إلا برحمة وعلم وحكمة. مش لازم أنت تكون عارف إيه اللي هيحصل بعد كم سنة، لكن الله يعلم، ولذلك قدر لك الخير سبحانه وتعالى، فقد يعطيك الشيء الذي تحبه وتكون فيه الهلكة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله العظيم كم من أشياء أردناها وكنا نحسب أن الخير فيها فصرفها الله عنا، وكان الخير فيما قدره الله. حتى لو إحنا مش ظهر لنا كده، حتى لو إحنا لم يظهر لنا الحكمة من هذا الأمر. شفت إحنا كنا بنتكلم يوم الخميس عن صلح الحديبية وعن منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وفرض شروط جائرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في الظاهر، ولكن الله عز وجل سمى هذا الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية ده كان فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وسبحان الله الشروط في ظاهرها كانت جائرة، ولذلك سيدنا عمر كان قد غضب جدا مما قاله سهيل بن عمرو، إلا أن الخير بعينه كان فيها، ففتح الله عز وجل بعده على نبيه فتحا مبينا منه سبحانه وتعالى. فأنت مش عارف إيه اللي في الغيب، مش عارف إيه الحكمة اللي في تقدير الله، لكنك تعلم أن الله عز وجل حكيم، لكنك تعلم أن الله عز وجل رحيم، لكنك تعلم أن الله عز وجل كريم، لكنك تعلم أن الله عز وجل عليم. معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إن أنت لا تسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، أنت تحسن الظن في نفسك وتسيء الظن في ربك، بئس الفعل والله وبئس الحال. وهو ده للإمام سفيان الثوري يريد أن يلفت النظر إليه، قال: احذر سخط الله عز وجل في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده أن تسخط على ربك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا والأهل والمال والولد، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.